السلام عليكم، بديت لكم الفلوغ اليوم بشاشيات جبال اختي فرحانه بيهم. المهم اليوم غنمشي نتلقى العائله عمي حنان مامات اسحاق الطنجاوي اللي عقلتوا عليه. تلاقينا في بحر سيدي قاسم. شوفوا البحر اليوم كان شاعل يا الحبيبه، شوفوا الموج كيفاش كانوا عاليين، ما قدرناش نعوموا. المهم جلسنا هنايا، كنا كنتغداو خبيزه بوكاديو وصافي. هنايا كنصور لكم عاوتاني الشاشيات جبال ديالي، ما قدرناش نعوموا بزاف، عمنا غير شويه حيتاش التشالي كان كبير بزاف والموج كانوا عاليين. وشوفوا معايا الطياره، صورت لكم بزاف الطيار غازو اليوم حيتاش هاد البحر قريب من المطر. المهم جات العشيه، حنان جابت لك البوطه والبرد واتاي هنا كانت كتلقى ماتاي. شوفوا معايا البوطه قداش نيه نعمل لها تاويل في كل شيء. المهم لقمت ديك اتاي خلاته كيتشحر وصافي، وديك الساعه هودنا حتى التالي باش نعملو ميريندا مع الغروب. شوفوا لي على منظر شحال كيحمق، شوفوا لي منظر ديالك البوطه شحال فنيون. المهم جلسنا كلينا الحلوات السباني والكيكه وطونيك، منظر كان مزيون. شفتوا البحر شحال رجع بعيد، هذا كامل كان ما. ايوا صافي، هنايا اتاي ديالنا وجات، كبيت اتاي وقلت لكم بسم الله وشربت اتاي ديالي وانا كنتفرج في منظر ديال الغروب. كان غزال، واحد الاجواء مزيونه وايا حنونه، ما كتبغيش تبان بزاف. المهم انا صورت لكم شويه، وهذه الكيكه اللي عدلتنا جات لذيذه الله يعطيك الصحه. ايوا صافي كليت الكيكه وانا كنتفرج في هذه اللوحه الفنيه، ما شاء الله. شوفوا على منظر ديك الجموله جايزين مع ديك الشمس كتغرب، بقينا جالسين حتى غربت الشمس، عاد نوضنا طلعنا في حالنا. وهنايا جوزت مع حنان الدار باش نتلقى عمي، وقلت راني نصور لكم الطويرات ديالها ومحبقه ديالها فنيونين بالديوان والدنيا كطيح. شوفوا ديك الطويرات وديك الصندوقه عندهم بيضات تيفقصوا، نقول لحنان تصوروا ملي. وصافي هنايا كيتسالى الفلوق ديالنا ديال اليوم، نتلقاو ان شاء الله فلوق اخر. بسلامه.